بالبداية منثبت الخصلة المستعارة بوسط الرأس وخصلة تانية بأسفل الرأس. منرجع مننفش القسم الأعلى للشعر، مناخد خصلة عن الجنب، منبرمها على بعضها ومنثبتها بالوسط. منكرر هالعملية على باقي الخصل بشكل إنه يصير كل الشعر مرفوع. نرجع مننفش القسم الأعلى للشعر، منقسمه لخصل صغيرة ومنثبت كل خصلة بشكل عشوائي. الخصلة اللي على جنب منثبتها بوسط الرأس. منبرم الغرة على الفار، نرجع منثبتها على جنب. وأخيراً منثبت التاج.